أكثر من 6000 خريج جديد من جامعات غزة. حسن واحد من بين عشرات الخريجين في قسم التمريض، ثلث خريجي هذا التخصص من الجامعات لا يجدون عملاً، فرح اليوم بتخرجه رغم قلقه من المستقبل. كتير فخور بنفسي وفخور بكل زملائي اللي كانوا موجودين، والحمد لله من أوائل الدفعة. قلة فرص العمل للتمريض خلتنا في متاهة، حائرين ما بين إيش بده يصير أو إيش مصيرنا، إيش ممكن نكون في المستقبل. تقول الجامعات إنها تتابع شؤون الخريجين من خلال أقسام متخصصة، إلى جانب تجميد بعض التخصصات القديمة في مقابل فتح تخصصات جديدة. هذه مشكلة متفاقمة ليس في فلسطين فحسب وفي قطاع غزة فحسب، بل هذه مشكلة أنا بعتبرها قائمة في الوطن العربي ككل. جامعة الأزهر من الجامعات السباقة التي قامت بمعالجة هذا الأمر بافتتاح قسم يعني بشؤون الخريجين بعد تخرجهم لتوجيههم وتوفير فرص عمل لهم. 23 جامعة وكلية متوسطة في القطاع يدرس فيها 89,000 طالب تقريبا هذا العام. يدرك الخريجون تأثير الوضع السياسي على مستقبلهم، فيما تقول السلطات إنها تسعى إلى دمج الخريجين في سوق العمل. يوجد جهود حكومية تتمثل في المجلس الوطني للعمل عن بعد، وذلك بالتعاون مع عدة وزارات، منها وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف لرفع كفايات الخريجين. يعلم كثير من هؤلاء الأهالي أن نصف عدد العاطلين عن العمل في القطاع تقريبا هم من حملة الشهادات الجامعية، بما يعادل 150,000 خريج تقريبا، يتطلعون إلى يوم يجد فيه أبناؤهم فرصة عمل تعينهم في ظل واقع اقتصادي غاية في الصعوبة. يعد نقص مهارات وخبرات الخريجين سببا رئيسيا من أسباب الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، وهو ما يتطلب وفق مختصين تطوير برامج مهنية وتقنية تلبي ما يتوفر من شواغر في الأسواق المحلية والعالمية. باسل خلف، تلفزيون العربي، قطاع غزة.